الوادرة فيه الحوت كما كتشوفوا إلى بالكم، تصور كيعيش في الطحالب الواد، الطحالب المياه، ما كاين الشمس ما غاديش يبان لكم، لكن بالعين المجردة كيبان، في الكاميرا ما عرفتش كاش، مع الأشعة ديال الشمس كتعكس المياه فلا تبدي ما تحت المياه، لكن فيه أسماك. شو شي بلاصة فيها الظل لعل وعسى يبان. وهذاك السد كما ترون، نقترب منه حتى تكون الرؤية واضحة. كاين قيوع من الأزبال ديال حشائش الأشجار، ثم يتبسط من هناك ويذهب إلى هناك ومن ثم إلى هناك.